ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم ادم جمعه، والنهارده معانا الميد ايكون بيك. ايكون بيك من حسابي وبالشير بلاي وتجربه الابجريد الجديد 81 بلس، اللي هو انا يعني بقولها لكم من اولها لازم تعملوه، وبنصحكم تاني لما تيجوا تعملوا الابجريد تعملوها على دفعات بماكسيمم 5، بالكتيره قوي 10. تعمل دفعه تريح نصايه ساعة وترجع تاني تعمل دفعة. لو هتعمل كتير لازم تعمل كده، كل شوية تعمل لك دفعة، في دفعة بتبقى حلوة دفعة بتبقى وحشة، فعادي. أهم حاجة قبل ما نبتدي، يا ريت ننزل نعمل لايك. انتوا متخاذلين شوية معايا في اللايك ومتخاذلين برضو معايا في السبسكرايب، فريت ننزل نعمل سبسكرايب. ويلا بينا على الميد ايكون بيك الجديدة وترقية الـ 81 بلس بيك الجديدة برضو، ونشوف حظها عامل ايه. ال 86 بلس، تعال تعال انتوا كلكم معفنين. طب انا اعملها ولا انا وضع ايه؟ طيب يعني قبل بس ما نفكر في اي حاجه، في حاجتين لازم نعملهم الاول. ارجع الذاكره اللي انا برجعها كل مره بنجيب سيره ايكونز، ان ده الايكونز اللي طلعوا لي، والبيكيتين اللي عملت لهم، واحده ان طلعت الاستاذ ده، واحده طلعت الاستاذ ده. فهل دول ال 13 ايكون اللي عملتهم اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ 13 ايكون اللي عملتهم طلعوا لي الحاجات دي. رميت روني. اعمل ايه بروني؟ ايه روني يعني؟ ما هو روني؟ ايه بنص مليون؟ نص مليون ايه؟ 400,000. ولا نكمل الضحك؟ انا عايز بقى اجمع بقى بوبي مور والناس دي، يعني عايز على اخر فيفا بطلعت كل الايقونات الوحش. نو ريسك نو فن. الشريط ده انا سمعته 13 مره وطلعت 13 خازوق. مش هعملها، ممكن حظك يظبط المره دي. كيوت قوي، تفاؤلكوا جميل. الناس على يوتيوب زهقت من كتر ما انا بقول حظي وحش. انا بقالي سنه بقول كده، بقالي سنتين. 81 بلاير، انا كنت فاكرها. لو طلع لي ووك اوت هعمل لايكم من غير ما ادور على اسباب. لبست. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي مشوار الميد ايكون بيك، الميد ايكون ضحك من حسابي اللي انا اصلا عملت الاس بي سي دي عشان ارمي فيها. نايس، فيري نايس. 87 من الشركه، مزنوقين في 87 بس. دي من باكه معفنه، ميرسي قوي، مرسي جدا والله، مرسي قوي حقيقي. مش عارف اشكركم ازاي، اعتقد ده شغل التعويذة، لان دي باكة سمول رير بطيخ، فهم يعني شنو هذا يعني. ايه ده السات ريفيل يا باشا؟ اقفل شاشاتك زي ما انا هقفل شاشاتي دلوقتي. 70 فيزيكال، ده مهاجم. يا رب. لا، 93 دريبلينج، ده حد جامد، ده لازم يبقى حد جامد. شوتينج هيبين حاجات كتيرة. 99 بوزيشننج، ده 90 شوتينج. مين ده؟ ده حد جامد فشخ. حد جامد. 90 93. مين ده؟
يا لهوي ده حد جامد فشخ. ده ايه كرويف مثلا؟ بيست بيست نايس فيري نايس. ها مقبول يا خوف يكون لسه اوريدي عندك يعني. عنده بيست يا خبر ابيض بعد كل اللف والدوران ده. حارس 89 بوزيشنينج، 88 ريفليكس، 87 هاندلنج، 87 دايفنج. ده مين؟ تشيك والله هيكون الاولاني 67 فيزيكال. ده زولا 94 دريبلينج، 94 دريبلينج، 94 دريبلينج، 88 اجيليتي و88 بالانس. مين ده؟ ار 9؟ لا ار 9 92 باسنج. ايه ده؟ مين ده؟ 86 شوتينج. مين جامد فشخ ده؟ 90 بيس. ده جرينشا غالبا، ده شكله جرينشا. نايس وين بيج وين. الف مبروك. بس خلاص كده خلص، ولع الدنيا جرينشا. ذس فريكينج جو لاعب خارق بمليون وشوية. نايس فيري نايس، الف مبروك وين. نختبر البيكات. خردك خضتني. او كامبوس ستيرنز 83 كلهم الحمد لله يعني. اول ووك اوت 87. لوريس هل هنطلع فيوتشر ستار؟ كاير سبينا سولا إيميليانو بنقدر لعب الشهر. خلاص أيام بنقدر راحت عليه. كراماريتش نيفورن ده هيطلع في اللي جاي فمش فرقة. هايبرج 83 جارانتيد يوم طلع 82 من الجاي. او توريس واخر واحدة هلب فيها ووك اوت او فيوتشر ستور. ما فيهاش، مش وحش مش حلو. ايه فيوتشر ستور 87. ليتس جو طلع لي لسان حلو. 87 لسه. 88 ليتس جو هو ده اللي انا بتكلم فيه. نفس ليتس جو فيري نايس. خلصت التحدي. خلصت التحدي. ميد ايكون بلاير بيك من حسابي، نعمل لها ستاد
ريفيل، نقفل بقى الشاشه من عندي. ونقول ان شاء الله اللي فيه نصيب هيطلع. هل هيبقى واحد ايكون رقم 14 في الكلاونز، ولا ايكون يخش الفريق وننبسط بيه؟ هنشوف. اتمنى سي دي ام، فييرا، ماتاوس، حتى اسيان الميد بقتش عايزه قوي. لو جالي هبيع اللي عندي، ونفسي في طبعا حد من المهاجمين التوب. بسم الله. باين عليا التوتر ولا 85 فيزيكال، ما اطمنش. سين ديفندنج، اوكي. 79 دريبلينج، اوكي. باسنج تعبان، شوتينج كحيان، بيس كحيان. مين ده؟ يا رب يكون سي دي ام. اوه، لورون بلون، مش وحش خالص، مش وحش بس رخيص. انا عارف. تاني واحد، 75 فيزيكال، 86 دريبلينج، 73 باسنج، 87 شوتينج، 91 بيس. اوين توريس الميد. ها، اسامي كويسة لك اللعيبة ما يتلعبش بيها. 72 فيزيكال ديفندنج، ده مهاجم، 86 دريبلينج. خد خزوق تاني. مين ده؟ اولع في عمل ايه؟ طبعا بلون وهيترمي في اس بي سي، وكالعاده اتخذ وقت، وكالعاده ايكون يخش في تشكيله الكلاونز، ولكن انا راضي الحمد لله. هو ده حظي في الايكونز، وهقعد اجرب لحد لما تظبط، ولو ما ظبطتش يبقى انا كيس ستادي، يعني تتدرس لحد بيعمل كميه الايكونات دي وتخزق. ف انا غالبا هبطل ايقونات بالمنظر ده، يعني الموضوع مش لطيف خالص، بس هنعمل ايه. اهم حاجه لو وصلت حته في الحلقه يا ريت تنزل تعمل لايك، مش هم سبسكرايب، تنزل تعمل سبسكرايب. كان معاك ادم جمعه، اشوفكم في حلقه تاني قريب. باي باي.